يو لا فامي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير تكونوا ان شاء الله كاملين في صحه وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله عندي واحد المحتوى جديد غادي نقدمه على القناه ديالي اللي هو رياكسيون على تيك توك. مهم اخوان ما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب ولا تشاركوا الفيديو، حاولوا انكم تبارطاجيوه. ويلا نبداو. صراحه هذا الفيديو الموالي هذا كيعني منه جميع الشباب يعني اللي عاد تزوجوا. نخليكم مع الفيديو. اشوف اسيدي، انا من اليوم بغيت داري بوحدي. شوفي مع الاول فاش جينا نخطبوكم شنو قلنا لك؟ قلت لك انا ما يمكنليش نعيش بعيد على دارنا، انا هو الراجل ديال الدار، ما يمكنليش نعيش بعيد على امي. نعنو انت ولد امك. ومالك بغيتيني نكون ولد امك انت؟ غير هي واحد النقطة، يعني هاد السيد اللي دار هاد المونتاج هذا معلم صراحة. كيف ما لاحظنا ان الشخص اللي كان واقف خلف السياره يعني ما شاف السياره جايه من موراه، شافوا غير الناس اللي كانوا جاو كيجريو وكان يصحاب ليهم غادي يسرقوا ليه الدري، ولكن دار واحد رده فعل اللي هي شي شويه خايبه، وفي الاخير هرس التليفون. والخبز والخضره والكفته وقزار قزار. لا هي تنظن انها مشات مع ديك القافيه ديال كيف خلاها عادل امام متعوده دائما. مالك مخلوع؟ مالك مخلوع؟ ما تخلع ما والو اصاحبي، غنديولك رزقك بالرجوله، رزقك غيمشي لك بكل رجوله وما غتادى ما والو. مالك مخلوع؟ تخلع ما والو اصاحبي، غنديولك رزقك بالرجوله، رزقك غيمشي لك بكل رجوله وما غتادى ما والو. صراحة كل اللي كيبغي يدفع فيها كبير ولكن رزقه غيمشي، اللهم يحط داك التليفون يمشي بحاله. تجربة صراحة. زعما صراحة واحد النقطة، حسن عوان البنات صراحة اللي كيديروا ديما التجربة هذه، وكانت واحد الأيام يعني بحال تقول موضة أن بزاف ديال الدراري أنهم كيمشيو عند الناس اللي ناعسين خوهم صاحبهم وتيديرها ليه، وباش كيجي يحيدها بواحد الصعوبة اللي فائقة. ندوزو الفيديو الشباب زعما قريب، الشباب قريب بزاف وبزاف وبزاف وبزاف. سي فغي كل كيدير بحال التجارب تجيو معاه، بحال دابا هاد الاخت هادي كتشبه ليها تشبه ليها يعني فوتوكوبي ديالها. هاد النوع الفيديو الموالي هما دوك الدراري اللي كيلصقوا في الام ديالهم فيما مشاو كيلصقوا فيهم. خليكم مع الفيديو. ملي كتمشي مع امك لعند شوافه، اليوم خصنا نمشيو لعند شوافة نعمل شي تويشيات من داك الراجل. ماما ديني معاك. جلس لي يماك، ما غاتمشيش معايا. لا والله ما ديتينيش حتى نقول لبا كتحلي. زعما صراحة كل ما درت ليها هذا التهديد كي بحال هكا ما كانش غادي يديه معاها، يعني دار ليها بحال هكا باش انه يمشي معاها. خلينا مع الفيديو، نكملوا الفيديو. صافي يلاه معايا بالحق، والله يا يما كون مشيو تبقى تهضر، اسكت ما تقول والو. صافي يا ماما يلاه احنا وصلنا، اسكت. ادخل يا رشيده ادخل. زعما كانت كتوصي فيه، بالعكس هو النيت ملي غادي يدخل عندها غادي يعاود لباه كلشي، ما العلم كيف ما شتو ان موالفه ديما تجي عندك الشوافه. ها وكيفاش عرفت اسمك وباقي ما شافتكشي؟ اسكت الملعوق، راه شوافة هادي. زيد دخل زيد انا ما جا انا. زيدو باغا تصحي راجلك ياك؟ بغيتو يرجع كيبغيني. واه السحاره ملي سكت السحاره هي امك يا وليدي، يلا خرجي عليا يلا. امك اللي سحاره، ماما والله تنقولها لبا.
اجيو معايا دابا تشوفوا وحده خلصت 300 درهم وفرحانه حيت مخلصه 300 درهم على ودي على وديت الكمامه. شويه كتقولك انهم قرباتهم انهم كتوريهم الكمامه انفو كتكمل كتسوق الطوموبيله وكتحيد الكمامه. خليكم مع الفيديو. وها هي 300 درهم، ها هي 300 درهم شدوني. انا كنت في الطوموبيل خلصت 300 درهم البوليسي صافي صح عطيت اختي اخويا 300 درهم وما هضرتش معاه. راه طبيعه الحال، طبيعه الحال انك غتعطيه 300 درهم وخصك تخلصي المخالفه، والا ما خلصتيهاش تما غتخلص غادي تجيك حتى للدار. الاشكال اللي كاين في هاد السيده هذه انها مخلصه 300 درهم وفرحان. انا يا ما كنبقى نتمتم ما عرفت ما نقول ليه. زعما هادي والله تفريده بالنوعه. راه بالسيف خلصي 300 درهم وسكتي، حيت الا هضرتي غتخلصي كثار من 300 درهم. الكمامه عطيتها 300 درهم، دابا قبيله كندوز من حداهم وتنقول لهم متبسم وكندير الكمامه. الاخوان نبغيو اننا ما نفتسوش بهذا الوضع الكمامه، يعني الكمامه راه من المصلحه ديالنا حنايا، من المصلحه ديالنا حنا اننا نستعمل الكمامه فيما مشينا من غير الدار. ما نديوش عليك تقول حتى في الدار انك انا هي حتى في الدار كدير كمامة في الدار، ولكن ملي خرجات ما احترمتش القوانين بالسيف عليها ما خصها تخلص ديك 300 درهم. ما شافونيش انايا في الدار تندير الكمامة، ما شافونيش دو فوا ديك النهار يا تو دابا 600 درهم خلص في الكمامة تيجدوني انا حيت انا بوغوصة وتيجدوني. سمعتوا شنو قالت؟ قالت علاش هما كيشدوها حيت هي بوغوسا، داكشي علاش كيشدوها البوليس على وديت الكمامة. عندكم البوغوسات حضيو راسكم. هو تقف راسها بزاف بزاف هاد السيدة. هنا غيكون النهاية ديال هاد لافيديو هذا، إن شاء الله كنظن يعجبكم هاد المحتوى اللي غنبدا فيه إن شاء الله. لما لا، أن تقريبا كل يومين غنحط ان شاء الله محتوى بحال رياكسيو، وكل مره وفيديوهات في شكل. نقدر ندير كاع افلام قصيره حتى ندير لها رياكسيو. يعني هذا الفيديو يعني اول فيديو عارف يكون فيه بعض ديال بعض الاشياء اللي ما تعجبش بعض الناس، ولكن ان شاء الله كنوعدكم الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون الاحسن والاحسن والاحسن. لما لا، يعني كل مره غادي يقدر يكون فيديو ديال الساعة نقدر ندير لكم افلام قصيرة هي ندير عليها الرياكسيو. ونبغي جميع الناس يعني اي واحد شاف هذا الفيديو هذا انه يدعمني ويبارطاجيه. لما لا، انا نوصلوا ل 3000 مشترك. ونبغي ان شاء الله كل شيء يتفاعل، لان التفاعل قليل وقليل بزاف. انا عارف ان المحتوى اللي كندير ديال الاخبار انه ما كيجيبش مشاهدات بزاف وما كيعجبكمش، يعني كل كان كيعجبكم غادي نلقى عليه واحد التفاعل اللي هو كبير. وكنطلب منكم انكم دعموني، واي واحد عنده قناه كبيره لما لا انه يدعمني بالقناه ديالو، وكون شاكر ان شاء الله ليه. ومازال ان شاء الله فيديوهات جايه مستقبلا رياكسيو، لما لا ندير الدعم. وعندي ان شاء الله في الفكر ديالي دعم للقنوات الصغيره، يعني هذه الفكره هذه كانت كتروحني، يعني كنقول ان فوا ملي غادي تفعل القناه ديالي غادي ندير دعم القنوات الصغيره. يعني علاش لا، يعني كنبغي كاع الناس اللي كاع مفعله لهم القناه ديالهم انهم يدعموا القنوات الصغيره، لان علاش، لان حتى هما دازوا في هاد الحاجه هذه انهم كيكونوا باقين قنوات صغيره، يعني ما عندهم مشتركين، يعني ما عندهمش واحد المشتركين اللي هما بزاف باش انهم يتفرجوا في المحتوى ديالهم. لما لا انكم تدعموا قناه او جوج قنوات. والسلام عليكم، والى رياكسيو ان شاء الله جديده، والسلام عليكم.